هل تحمي حكومة الإقليم هؤلاء الصحفيين؟ نعم وهذه نعم وليش؟ نعم تحميهم تحميهم لأنه هو شوف هما يعني اللي يعارض العملية السياسية ولينتقد العملية السياسية مرات قد تكون عليه هو يكون مضايقات عليه هو يدعي أو قسم فعلا يصير ضغط عليه يذهب إلى أربيل. يعني هسه إحنا بين بين أقليم كردستان اليوم أكو فراغ فكري يعني هم يؤمنون بغير إحنا ما نؤمن. نعم إيه إحنا كنا عراقيين نعم وما نقبل الأمور الساخرة والسيئة يعني مدى أفهم الفكرة وين اللي تريد توصلها. أنا وصلت فكرة أولا الأربيل تقبل بأي شخص يختلف مع بغداد وتوفر الأمان النفسي. أي شخص أي شخص حتى لو يضرب المجتمع القيمي في أقليم حتى كردستان حتى لو كان يضرب المجتمع توفر الأمان. يعني بعض الإعلاميين للأسف برامج تلفزيونية والله العظيم أقسم أثروا على حياة الصحفي العراقي لا شك في المجتمع على مكانة الصحفي العراقي في المجتمع. بعض الإعلاميين مقدمي برامج ومقدمات برامج أثروا لأنه هم أهم شيء يخلي يستفاد ماليا راتبه 5000 أو 50,000 دولار 60,000 دولار أثر على الصحفي. حتى المجتمع العراقي الآن ينظر الصحفي غير نظرة فلان استلم دوانم اذا هو كل من صار لا كل من صار اعلامي وهذا مشكله. احنا لو عندنا قوانين لو عندنا معايير لو عندنا اخلاقيات المهنه تكرس هذه بموجب قانون ما صار هيك.